السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفوا القهوه خوتي كيفاش تكون، من بعد كيفاش يقلوها، من بعد كيفاش تولي، من بعد بودره، ومن بعد يديروها في هذا وتشربها في هذيك. صلى على رسول الله. تلقاو فيديو اخر. هذه الحبات هذو شابين. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفوا خوتي هذا التلفزيون شحال شباب، يدي بلاصة هكذا، عنده رجلين وقاع يدي بلاصة من دار لدار، بصح 30 مليون، أوه، شباب، صلى على رسول الله. خاطر رانا قدام شركة تاع الإلكترونيك في ألمانيا، اللي عنده ماشينة ما يسحقهاش، تمشي ولا ما تمشيش يجي حاطها هنايا، شركة هذو يدوها ويسقموها ولا يرموها، هذو قاع يروحوا يتعبسوا خاوتي. اللي تتسقم معش ماشي يسقموها، زعما شغل يشوفوا وحده اذا تتسقم ولا يمدوها لواحد الشركه يقولوا لها سكند هاند، معناتها واحد المحل يبيع المستعمل، هذا تابع للدوله باش يعاونوا المسنين واللي ما يخدموش. بصح الاكثر يا خوتي يدوهم ويطربقوا لهم جدهم. الرزق يتلاوح. شوف تقريبا جديد، ها هذه خويا العزيز جديده، ها هذه. المهم صلوا على رسول الله، حابين باك نوري لكم حاجه من الحوايج اللي في المانيا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله.